الرأي ديالي اختي في المعهد ولا في المؤطرين اللي الحمد لله استفدنا بزاف ديال الحوايج اللي انا كواحد من اليوتيوبرا ولا كمراسل كاينين شي حوايج اللي ما كنتش كنعرفهم يعني بزاف ديال الحوايج من الناحيه لا القانونيه ولا من الناحيه التقنيه بزاف ديال الحوايج اللي استفدناهم كنطلب من الله عز وجل وكنطلب من جميع الشباب والشابات باش يلتحقوا بهذا المعهد هذا ويستافدوا ويزيدوا طوروا ريوسهم وشكرا لكم. نحن الان في ضيافه المعهد العالي للصحافه والاتصال بمدينه الطربيضه في اطار دوره تكوينيه اللي حول موضوع انجاز تقرير الاستقصائي وكذلك ضوابط قوانين القانونية لممارسة الصحافة أو لممارسة الصحافة وصحافة الموبايل. طبعا من تأطير أساتذة كبار من حجم الدكتور محمد كريم بخصاص والدكتور الإدريسي حسيني والأستاذ الكبير عبد الفتاح الممني. وطبعا كنشكروا مدير المعهد الأستاذ طلال اللي عطانا هذه الفرصة هذه ونتمنوا التوفيق للجميع. السلام عليكم، معكم مريم من مدينة المحمدية. اليوم حضرت واحد الدورة تكوينية مجال الصحافة والإعلام، كان واحد الدرس زوين كمل لينا داك الشيء اللي تنعرفو وصححت انا بعداك صححت شي حوايج كنت واخداهم بطريقه ديالي فاهمهم بواحد المفهوم ديالي، وانما الاستاذ تبارك الله عليه شرح لنا بواحد الشرح زوين ووصل لنا المعلومه، ونتمنى من كاع المراسلين والصحفيين يجيو يديروا الدورات التكوينيه باش شويه يوصلوا العمل ديالهم مزيان. وشكرا لكم، تحيه، وتنشكر لهاد الاداره ديال الصحافه المعهد العالي للصحافه، تشكرهم على الدورات ونتمنهم ديما يبقاو يديروا هذه الدورات التكوينيه باش يوصلوا المعلومه للناس. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في.